السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي وأحبائي من جديد أينما كنتم. أتمنى أن يكون الجميع بخير وفي أحسن الأحوال. إذا أخواتي، في فيديو اليوم إن شاء الله سأشارك معكم أفضل وأنجح وصفة على الإطلاق عن تجربة شخصية للنفخ وتسمين الخدود بمكونات طبيعية 100%. ليس هذا وفقط، وإنما هذه الوصفة تعطي نضارة للبشرة، تزيل علامات الشيخوخة المبكرة، تصفي البشرة من الشوائب، التصبغات، من كلف، نمش وغيرها من مشاكل البشرة. فقبل أن نتعرف على الوصفة، أدعوكم كالعادة للاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد، ولا تنسوا تفعيل الجرس إذا أعجبكم موضوع ومحتوى الفيديو. أتمنى ألا تبخلوا علي بدعمكم، لايك للفيديو ومشاركة الوصفة لتعم الفائدة. إذا أخواتي، بالنسبة إلى أول مكون سنحتاجه في الوصفة، سنحتاج إلى صفار بيضة واحدة ونصف بياض بيضة، سواء كان هذا بالنسبة للبشرة الدهنية أو الجافة. فهنا سأحتاج نفس الكمية المذكورة. هذه الكمية تكفي لعدة استعمالات، تقريبا استعمالين أو ثلاث استعمالات. أما بالنسبة إلى المكون الثاني في الوصفة فأسميه بالمكون المظلوم. هذا المكون هو مطحون الحلبة أو الحلبة، ولو أني أعلم أن هناك الكثير من الأخوات لا تحب رائحة الحلبة، ولكن أخواتي صدقوني أن رائحة الحلبة تعد لا حدث مقارنة بالفوائد التي تقدمها للبشرة. تعطيها تصفية، تزيل الشوائب، كذلك هي مكون مهم في قضية التسمين ونفخ الوجه والخدود. بالنسبة إلى الكمية، سنضيف تقريبا مقدار نصف ملعقة كبيرة بهذا الحجم، يعني الحلبة من الأحسن لو تكون مطحونة ومغربلة، تكون ناعمة جدا. نصف ملعقة كبيرة، وأول شيء سنحاول أن نخلط جيدا بهذه الطريقة. وكثاني مكون في الوصفة سنحتاج كذلك إلى مطحون الحمص، يعني هو أعتقد أن هذه التسمية معروفة في كل الدول العربية. بالنسبة إلى الكمية سنضيف يعني تقريبا ملعقة صغيرة بهذا القدر فقط، وأخيرا نخلط كذلك. وكآخر مكون في الوصفة فسنحتاج كذلك إلى خميرة الخبز أو خميرة الجعة. هذا المكون صدقوني يعطي نتيجة رائعة للبشرة. أول شيء يعطيها تفتيح، وثاني شيء يساهم في عملية نفخ الخدود. فهناك إشاعة تدور عادة بأن الخميرة تسبب الدود تحت الجلد، ولكن أخواتي صدقوني عن تجربة شخصية ويعني لمدة طويلة جدا لم تسبب لي أي مشاكل تذكر. فهذا المكون يعني إذا ارتحتم لاستعماله بإمكانكم إضافته، لمن لم ترتاح فيمكن استعمال الوصفة كما هي. طبعا هنا أنا سأضيف يعني ملعقة صغيرة فقط بهذا القدر. بالنسبة إلى طريقة جمع هذا الخليط فسنحتاج إلى ماء الورد. طبعا هناك بعض الأخوات لديها بشرة حساسة من ماء الورد، فبإمكانكم جمع هذه المكونات بواسطة الحليب عادي جدا. فسنقوم بإضافة كمية جيدة من الحليب ونخلط جيدا. إذا أخواتي، أخيرا بعد أن نترك هذا الخليط ليرتاح تقريبا لمدة 5 دقائق فقط، سنتحصل على قوام كريمي خفيف يكون بهذا الشكل. والآن نأتي إلى طريقة الاستعمال. فكما اتفقنا دائما أن أي ماسك يطبق على البشرة لابد أن تكون المسام مفتوحة. فأول شيء نقوم بوضع فوطة مبللة بالماء الدافئ على بشرة نظيفة حتى تفتح المسام، ومن ثم نأخذ أي فرشاة أو أي وسيلة كان ونبدأ في تطبيق هذا الماسك على بشرة نظيفة. طبعا في هذا الشكل نحاول أن نطبق طبقة تكون يعني خشنة أو سميكة نوعا ما بهذا الشكل، ونتركه تقريبا لمدة نصف ساعة إلى أكثر، يعني إلى غاية ما يصبح الوجه مشدود تماما. وبعد مرور مدة نصف ساعة على الأقل، نقوم بأخذ قطنة مبللة بالماء الدافئ ونبدأ في مسح البشرة بهذه الطريقة حتى يزال الماسك كليا من على البشرة. وبعد ذلك ننظف البشرة بشكل عادي جدا بماء بارد لغلق المسام. وكآخر نقطة مهمة جدا، وهي مسح البشرة بماء الورد، منها مرطب ومنها قابض للمسام. إذا أخواتي، هذه الوصفة صالحة لذوات البشرة الدهنية، الجافة وحتى الحساسة، تكرر يوميا لنتيجة أسرع، ويمكن الاحتفاظ بهذا الخليط مدة 3 أيام في باب الثلاجة كأقصى مدة ممكنة.
إذن أخواتي، أعدكم بأن هذه الوصفة ستلقون عليها نتائج إيجابية بإذن الله، ما عليكم فقط بالمداومة ولكم أن تلاحظوا النتيجة والفرق بأم أعينكم. أما إلى هنا أخواتي، كما أقول لكم دائما، إذا كان لديكم أي استفسار أو أي تساؤل، ما عليكم فقط التواصل معي عبر قسم التعليقات وسأرد على الجميع بإذن الله. أما إلى هنا فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.